صباحكم الخير. اليوم الأحد 10 حزيران يونيو، اليوم القمر صار موجود ببرج الثور الترابي، والجو تحسن بشكل كتير كبير للأبراج الترابية الثور العذراء وكذلك موالي برج الجدي. كيف رح بيكون هالجو على كل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، في تقدم، في المزيد من المتابعة للأمور، وعلى الأرجح في متابعة أو في ظهور لمسائل مالية. احتمال أيضا يكون في يمكن امتحانات عندك، مسألة، ظرف، اجتماع أو لقاء، فبدك تكون شوي منتبه ومصحصح لحتى ما تخسر. الأكثر حظا 29 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور، وبتتحسن الأمور درجات كتير كتير كبيرة، وذلك بسبب وصول القمر لبرجك. مولود برج الثور يبدو وكأنه في صفحة إضافية مختلفة عم تبلشها. مولود برج الثور واضح أنه اليوم في عنده قناعة جديدة، أو وصل إلى قرار، ووصل إلى حل أو تسوية بين اليوم وبكرة، بتطبق هالنقلة الجديدة أو هالفكرة اللي حابب أنت تطبقها تطبق بسهولة. لكن بعده التحذير، بدك تنتبه، أو التنبيه فينا نقول، إذا كنت من مواليد 21 و22 نيسان أبريل، كوكب أورانيوس عم بيخلق من عندك نوع من ثورة أو من تغييرات جذرية كبيرة. بنتقل لبرج الجوزاء. الهدوء هو عنوان هيدا النهار، لأنه الأمور ما رح تمشي مثل ما أنت بدك. بتحوص لأنك محمس على شيء، لكن تطلع سلة فاضي. الجو اليوم ما بيعطيك، ما بتكمل معك كل الأمور، فمن المستحسن أنك تنطر تطول بالك اليوم وبكرة، وانتبه من خيبة الأمل. بشكل خاص مولود 7 و8 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان اليوم أريح من امبارح وأول امبارح. اليوم نهار بتتيسر فيه الأمور، ورح تكتشف أنه في شخص أو حدا بيقربك أو شخص معين هو يلي ساعدك، هو يلي فعلا غير الأمور لألك وقلب المقاييس لألك لصالحك. ما معناتها أنه شال الزير من البير، لا، لكن اليوم رح بتلاحظ أنه كل ما كنت مع أشخاص، أصحاب أو مجموعات ما بتعرفها، إذا ما بدك تشوف حدا فيك تنزل على السوق وتشوف هالناس من حولك. العجقة اليوم بتناسبك. الأكثر حظا 18 و19 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. مولود برج الأسد اليوم نهار أحد، في كتير عم يشتغلوا، في كتير ما عم يشتغلوا. يلي عم يشتغل في عندكم اليوم مسؤولية يمكن محضرين لها، أو يمكن تتفاجئوا فيها، ولا يجوز التقصير. يلي ما عم يشتغل احتمال يكون في عنده ظرف عائلي، أو يمكن شخصي هو يلي نوعا ما بيحط علامات استفهام. مزاجكم خليه رايق لحتى يمشي هيدا النهار بهدوء. بشكل خاص مولود 29 ل 31 تموز يوليو، انتم الاكثر عرضه للتحديات. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء شو هالنهار الحلو؟ هيدا نهار ايجابي جدا، نهار فيه حظ، بتكمل معك بعض الامور، بتتسهل وبتفتح قدامك اكثر من فرصه، او على الاقل اذا كانت مسكره مطربقه بوجهك، في احتمال انه اليوم تلاقي مجال وكانه في لمبه حلوه ضوت، اعطيتك فكره ثمينه جدا، ذكيه جدا. نهار ممتاز، في حظوظ وفي تقدم، وبيساعدك توصل الى النجاح الباهر. الاكثر حظا مواليد اب اغسطس 14 15 ايلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان اللي صار باليومين اللي مرقوا خربطات وهالعواصف اللي كانت عندك، اليوم بتترتب هالامور، بتترتب، ما عادت فوضويه، وما عادت انه انا وانتو، يعني يا انا يا انتو، صارت الامور مندمجه شوي، مع احتمال انه يصير في روحه ورجعه أو أخذ وعطى. هذا شيء إيجابي لازم تستفيد منه. معليش اعتذر، تراجع شوي، رح بتشوف أنه بالنتيجة رح تطلع أنت الرابح الأكبر. الأكثر حظا 17-18 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب ما تنزع اليوم لأنه طالع بالك تتفلسف، أو لأنه طالع بالك أنك تفرض رأي، أو لأنه طالع بالك أنه فلان ما عاجبك أنت بدك جاكرو، أو أنت بدك توقف بوجهه. اليوم نهار بيخلق مشكل من أقل شيء، وأنت منك بحاجة لهالأمور، لأنه بعدك طالع من شهر أيار مايو المزعج والتقيل، فشغلتك أنت أنك ترتب الأمور وتتصالح خاصة مع خصومك. الجو اليوم بطلب منك الليونة، المرونة والدبلوماسية بشكل خاص 24-25 أكتوبر، لأنك الأكثر عرضة لهالمعاكسات، فاشتغل على المرونة بشكل أساسي. بنتقل لبرج القوس.
مولوش القوس كنت مرتاح امبارح، كانت الامور ميسره ضمن فتره صعبه، تيسرت الامور. اليوم بترجع للشغل، بترجع بتحس انه كثرت الضغوط، بتحس انه يا عمي ليش رجع كثر الشغل، ليش فلان عم يطلب مني، ليه الكل مرتاح مفرص باجازه وانا عم بشتغل. هيدا نوع انهار، سواء كنت بالبيت في عندك مسؤوليات اضافيه، سواء بالشغل، سواء حياتك الاجتماعيه، ركض بركض بركض ما بتلحق. بدك تنتبه انه ما تاذي اشخاص من حولك بكلمه او باداء شوي فظ. الأكثر توتراً 15-16 ديسمبر. بكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي اليوم نهار بكفيك، بتستحق اليوم أنك تنبسط، أنك تفرح، بيطمن بالك، خاصة على مسألة شخصية، يمكن أولادك كانوا مريضين، يمكن حدا من أهلك، يمكن أنت كنت تعبان، اليوم في انفراج، اليوم راحت الغيوم وشمست، واليوم في إشراقة كتير حلوة. أضف إلى ذلك إذا بتشتغل كل شيء اليوم بيزبط معك، وبالتالي قوي قلبك اليوم وبكرة، قوي قلبك اليوم، اشتغل من كل قلبك لأنك اليوم بتنجح. الأكثر حظاً 23-24 ديسمبر. كمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو اليوم نهار ما طالع عبالك لا تشوف حدا، لا ترد على حدا، ما بدك تشتغل بشي، عم بتهمهم، او يمكن في عندك حدا من افراد العائلة هو مريض، هو اللي عم بهمهم اليوم، بالك منه كتير مرتاح، فهيدا نهار انت مودي شوي، منك كتير رايق لعدة اسباب. من المستحسن انه تضبضب شوي، ويلي بيجرب يدق بابك جرب انه ما ترد على الجواب، ما ترد جواب. الجو خليني احطك منه كتير عاطل، منه سلبي، لكن المسائل شخصية أو نفسية هي العوامل يلي معقولة تنزعلك انهارك. بشكل خاص 26 ل 28 كانون الثاني يناير، كون حذر من السرعة، سوء عمهلك، انتبه من الانفعالات أيضا. كمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت، أنت اليوم شخص قادر انه يصالح الناس ببعضها، خاصة الاخوة او العائلة او القرايب. هذا نهار ممتاز للزيارات، نهار حلو لحتى تكون موجود بالشغل اذا عم تشتغل، لحتى تشارك، لانه افكارك فعلا براقة، لامعة، ذكية جدا، وعندك نوع من سرعة بديهة بتفاجئ الناس، بتفاجئها بلحظتها، يعني مش انه عم تتفاجئ فيك، تفاجئ الناس بهديك اللحظه، لانك قادر انك تنقذ المواقف بسرعه البديهه اللي عندك اياها. الاكثر حظا 15-16 اذار مارس، وبختم مع مولود اليوم. بالنسبه لمولود اليوم، هيدي السنه نوعه، هيدي السنه انه تشتغل على حالك. هيدي السنة صحيح عندك شغلك، صحيح عندك درسك، صحيح عندك حياتك الاجتماعية المهنية، لكن عنوان العريض لهيدي السنة أنت. بدك تنتبه لحالك، بدك تقوي حالك، سواء شوف شو هي نقاط الضعف، يمكن صحية، يمكن مهنية، يمكن عندك موهبة بدك تشتغل عليها، يمكن اجتماعيا هاي السنة بتشتغل فيها حالك، تبرع من بعدها أو خلالها. حزيران، يونيو، أكتوبر وشباط، فبراير هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة. باي باي.